حبايبي ثيرد بريب، كل سنة وانتم طيبين. تعالوا كده نشوف حاجة جديدة في درس البولينوميال، بس المرة دي يقول لي ريبريزنت. ريبريزنت برضو شغل سكندري 2، كنا بنعمل حاجة اسمها درو، يعني أنا هرسم. طب أنا لما أقول لك اف اكس ب 5 أو نيجاتيف 5 أو أي نمبر، أرسمها إزاي؟ كلمة أرسمها يعني ريبريزنت. بص معايا لو سمحت، ادي مسألتي، ثانية هجيبها هجيبها هجيبها. بص بقى معايا لو سمحت، لغاية ما تقول لي أنا شايف أقول لك خلاص. ها أكبر تاني. بص معايا لو سمحت، لو جيت قلت لك الفانكشن اف اكس ايكوال مثلا 2، ازاي اعمل لها ريبريزنت؟ اسمع حبيبي عشان خاطر، لما اقول لك اف اكس ايكوال 2 تقول لي دي بعمل لها ستريت لاين. طب ارسمه ازاي؟ بيبقى بارلل، بارلل للاكس اكسس ات 2. لحظه يا مستر، فين الاكس اكسس؟ اهو ده الواي اكسس. لما اقول لك بارلل للاكس اكسس تقول لي يا اما ادي الاكس اكسس اهو، يا اما فوق يا اما تحت، سوري حاجه من الاثنين. طب امتى ارسمه اب؟ تقول لي لو كان بوزيتيف. امتى ارسمه داون؟ لو كان نيجاتيف. نقول تاني بالراحه، استنى حبيبي مش لا لو سمحت، خساره. ايه ده فين الاستيك؟ بص بقى معايا، انا ممكن ارجع تاني مش مهم على فكره، في رخم كبر الاستيك، كبرتها خلاص خلاص حبيبي خلاص، ما تبقاش رخم على فكره، انت عايز رخم تصدق وانا مش عايزك، امشي يلا. بس بص يا ابني اروشني، ادي حبيبي الكوردينيتس بتوعك، ادي الاكس وادي الواي، حلوه اهي. لازم افتكاسه؟ مش لازم. لما اقول اكس ايكوال اف اكس ايكوال 2 يبقى انت بتقول عايز ستريت لاين بارلل للاكس اكسس، يبقى كلمه بارلل يا اما يبقى اب يا اما يبقى داون. امتى ابقى اب؟ لو كان ده بوزيتيف يبقى انا عندي 2 واروح راسمه بس كده. امتى يبقى داون؟ لو كانت اف اكس نيجاتيف اي حاجه، ادي اهي، يبقى بارلل للاكس اكسس ات البوينت اللي بيقول لك عليها. حد فاهم حاجه؟ حد فاهم حاجه؟ بص بقى معايا، انا بقول لك اف اكس ايكوال 5، ينفع نعملها في الحته دي بسرعه؟ اقول له ايوه اهي، ادي الاكس اكسس واطلع هنا عند الفايف واروح عامل بارلل. بص بقى انا رسمتك، انا عايز اعرف بقى انترسكت الواي اكسس فين؟ هاي الستريت لاين ده عملت، استنى بس حبيبي، عمل انترسكت فين؟ بص بقى معايا، رجعتك هنا. بص يا بابا، ادي ده زيرو 1 2 3 4 وادي شويه بالنيجاتيف، هل عمل انترسكت للواي اكسس هنا؟ لا. طب هنا امال عمل ايه؟ اهي 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 النقطه دي بقى، البوينت دي كام وكام؟ 0.02 على مسألتك انت، برافو عليكي 0.5. نقولها تاني حبايبي، والنبي الرد ردة المية في زوركم، نقول تاني بعين وكلين سد الحنك مع بعض حبايبي. تعال نبص كده على نمبر 10، الراجل ده مدي لك الفانكشن، وزي ما قلت لك ممكن يبدل كلمة اف اكس يكتب مكانها حلو خالص، ومديني المرة دي الفانكشن اهي يا حبايبي، طلعت فوق عشان ما نبصش تحت اهي،
2 اكس ماينس 1، هل دي زي اللي احنا كنا بنتكلم عليها؟ جاتكم قوي طبعا. لا حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده راح فيه يا عمي؟ وعنت كمان ناقصاك. اها بس كده جاتك مين؟ بص حبيبي وحاول تتعلم الفرق، اسمع بس. الراجل ده بيقول لي اف اكس ايكوال 2 اكس ماينس 1، صح الكلام؟ صح. اه بيقول لي بقى اعمل لها ريبريزنت ازاي وتعمل انترسكت مع الواي اكس ازاي. بص بقى معايا، هل دي زي اللي احنا شرحناها الكونستانت؟ لا. اسمع عشان خاطر ربنا، لو انا عملت فانكشن انا عملت ريبريزنت اهو، الفانكشن دي اسمها فيرست ديجري، الفانكشن دي بتبقى حاجه من اتنين، يا اما يبقى ستريت لاين بيعمل كات بالشكل ده، او بيبقى ستريت لاين يعمل كات بالشكل ده، يعني يا اما بيعمل لي اكيوت انجل مع الاكس اكسس يا اما بيعملها لي بتيوز، يعني مش هيبقى بارلل زي كده. لا اسمع بقى لو سمحت، لما اقول لك عايز اعرف انترسكت مع الواي اكسس، اسمع لو سمحت، امتى يعمل مع الواي اكسس سواء كانت كده او كانت الرسمة التانية كده؟ فين النقطة اللي عمل فيها انترسكت مع الواي اكسس؟ اللي هي دي او اللي هي دي. الاكس هنا بكام؟ شكرا. اصل انا لو نزلت لتحت نزلت عند الزيرو، يعني انت من الاخر لما اقول لك عمل انترسكشن مع ايه ومع الاك مع الواي اكسس تقول له حط الاكس بكام؟ ادي يا بابا فكره المساله، واروح راجع على الرسم على السؤال بتاعي، وكل ما تقابلني اكس اكتبها بزيرو. حد فهم حاجه؟ طب نعيدها تاني. تعالى بقى، يبقى دي 2 تايم 0 ماينس 1، دخلها في الكالكوليتر طلعت كام؟ تعالى بقى نشوف الانسر فين. اشمعنى؟ عشان الزيرو الاكس بزيرو والواي طلعت لي. ادي يا بابا طريقه الحل. طب اقول تاني؟ طب انا مش عايز ارسم يا عم، مش انت بتقول لي انترسكت مع الواي يبقى اكس بزيرو. طب قال لي انترسكت مع الاكس الواي بزيرو. نعيد تاني، نعيد تاني. ادي يا حبيبي على اهو عشان تعرف بس ان احنا اللي بنقوله هتلاقي اهو. ادي فانكشن عايز اعمل لها انترسكشن مع الاكس اكس اكس، يبقى هنعمل ايه؟ ستوب بقى، فين الواي اللي هي مين؟ يا عم بص هنا اللي هو في حاضر حبيبي اللي هي الاف اكس. حاضر حبيبي والله بفضل مستنيك وانت تقول. انت اللي دخلت معايا بتجاوب، ما كلهم قاعدين ساكتين. طب يلا نقول تاني، لما اقول لك اكس اكسس يبقى الواي بكام؟ فبيبقى عندك دلوقتي الاجابه يا اما بي. حلو، اعرف منين يا حبيبي؟ اصبر بس، اصبر بس. والله مش بالنجم. تروح واخد يا بابا 3x plus 6 equal 0 وتحلها ايكويشن، انقل ال 6 تبقى 3x equal negative 6، اعمل divide 3. ادي طريقه الحل. طب اقول تاني؟ نقول تاني يا عرب كريم، نقول تاني؟ نقول ايه حبايب؟ الله عليك، هو ده اللي انا عايزه. لما الاقي كلمه اوريجن بوينت، انا قلتها لك في بدايه اول شغل الجيومتري. اوريجن بوينت يعني ايه؟ حلو، يعني زيرو زيرو. مش فاهم، تقول لي يعني الاكس والواي، يعني انا اجي عند الاف اكس دي اكتبها وادي ايكوال، والاكس دي كمان يبقى الاي بكام؟ برضه هتطلع لك زيرو. طب نقول تاني؟ متاكدين؟ تعالى نعمل ستوب قبل ما ندخل على حاجه جديدة.